السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أبنائي طلاب دار الثقافة، أهلا بكم في درس جديد، وهو الدرس الأخير من الفصل 11، وهو الدوران في المستوى الإحداثي. فكرة هذا الدرس أن أرسم صورة شكل بالدوران في المستوى الإحداثي. مفرداتنا في هذا الدرس الدوران، فلنستعد يا أبنائي لهذا الدرس بالمثال التالي. تمثل حركة لاعب الجمباز حول العارضة مثالا على الدوران. الدوران نوع آخر من التحويلات الهندسية، يسمى تدوير شكل هندسي حول نقطة دورانا، والدوران لا يغير قياسات الشكل أو نوعه، ويحافظ أيضا على أطوال القطع المستقيمة. نشاط عملي في هذا الشكل يا أبنائي: مثلث رؤوسه ألف، خمسة وأربعة، باء واحد وأربعة، جيم واحد وستة. والمطلوب هنا أن نرسم في المستوى الإحداثي المثلث ألف باء جيم. الآن سنستعمل قلما من لون مختلف، وليكن باللون الأحمر مثلا، ونعين صور النقاط ألف باء جيم الناتجة عن تدويرها بزاوية قياسها 90 درجة حول النقطة ألف باتجاه حركة عقارب الساعة. فنلاحظ يا أبنائي أن النقطة ألف ستكون صورتها نفسها، أما نقطة باء ستكون صورتها باء شرطة، وهي 5 و8، أما جيم فصورتها ستكون جيم شرطة، وهي 7 و8. سنصل بين النقاط الجديدة وهي الصور، صور النقاط ألف وباء وجيم. ما هي إحداثيات الرؤوس الجديدة؟ طبعا احنا قلناها. للتحقق من الرؤوس الجديدة يا أبنائي، نضع ورقة شفافة فوق المثلث الأصلي ونرسمه، ثم نقلب الورقة وننظر إذا كان الرسم يطابق المثلث الجديد أم لا. مثال على تمثيل الدوران: مثلث رؤوسه هاء واحد وواحد وخمسة وأربعة وزين 5 و1. والمطلوب هنا يا أبنائي أن نرسم المثلث على المستوى الإحداثي، ثم نرسم صورة المثلث بدوران 180 درجة حول النقطة واو باتجاه عقارب الساعة، ثم أكتب الأزواج المرتبة الجديدة. الخطوة الأولى يا أبنائي أن نرسم المثلث الأصلي، وهي النقطة زين 5 و1، النقطة هاء 1 و1، النقطة واو 5 و4، ثم نقوم بتدوير المثلث بزاوية قياسها 180 درجة. فلنستخدم قلما آخر وليكن لونه باللون الأخضر. الآن سيتم الدوران عند النقطة واو، فستكون النقطة واو هي نفسها، صورتها هي نفسها، أما النقطة زين ستكون صورتها 5 و7، أما صورة النقطة هاء ستكون هاء شرطة 9 و7. وتكون إحداثيات الرؤوس الجديدة كما بالتالي: هاء 9 و7، واو 5 و4، زين 5 و7.
إن شاء الله يا أبنائي إحنا واجبنا هيكون كتاب المدرسة من رقم 1 لرقم 5، وإن شاء الله يكون الدرس سهل بإذن الله. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.